هذا وتستضيف باريس مؤتمرا لدعم الانتقال السياسي في السودان. للمزيد تنضم إلينا من العاصمة الفرنسية آية الغرياني مفادة إكسترا نيوز. أهلا بك آية، وفي البداية حدثينا عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دعم الانتقال السياسي في السودان. الزميلة العزيزة نوها، أهلا بك، أحدثكم من أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس. بالطبع تستضيف العاصمة الفرنسية باريس بعد غد الاثنين المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ويهدف المؤتمر إلى الخروج برسالة دعم واضحة من كل الأطراف المشاركة فيه لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والمضي قدما لمعالجة الديون السودانية. من الجدير بالذكر أن المؤتمر سيكون هناك في مشاركة كبيرة جدا في هذا المؤتمر، سيشارك ممثلون عن العديد من الدول وقادة المنظمات الدولية. سينعقد الحدث كما جاء في تصريح الإليزي في الغرون بالي إفمير أو قصر الإفمير بباريس، وأيضا سيكون هناك تمثيلا سودانيا بكل تأكيد من خلال رئيس مجلس السلطة الانتقالية عبد الفتاح البرهان، وأيضا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. يأتي هذا المؤتمر في وقت دعا فيه الرئيس الوزراء السوداني حمدوك القوى إلى السعي لفتح حوار شامل بينها، وحث حمدوك هذه القوى على إغلاق الباب أمام جميع المنازعات بين بعضهم البعض، واعتبر وحدة وتماسك قوى الثورة شرط مهم لاستكمال مهامها. وفي السياق ذاته أكد حمدوك في تصريحه: نعلم صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي بذلت الحكومة جهدا كبيرا لتخفيف وطأتها عبر مشروع إصلاح اقتصادي شامل. نعم آية، طيب في هذا الصدد إذن ما هي أبرز جهود مصر لدعم الانتقال السياسي في السودان؟ بكل تأكيد حول دعم المرحلة الانتقالية تأتي مشاركة مصر من خلال دورها التاريخي تجاه السودان. بالطبع العلاقات المصرية السودانية لها أهمية خاصة بالنسبة للجانبين المصري والسوداني بحكم الروابط الكثيرة الإنسانية والثقافية والاقتصادية على مر التاريخ، إلى جانب الجانب الاستراتيجي بالطبع الذي يجعل كل منهم أو كل عمق منهم استراتيجيا بالنسبة للآخر. وهذا ما أكده أكثر من مرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا، حينما أكد على مساندة مصر لجهود تعزيز السلام والتنمية والاستقرار في السودان خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار مصر جزء لا يتجزأ أبدا من أمن واستقرار السودان، وبأن أن يد مصر دائما وأبدا ممدودة بالتعاون والسلام والبناء للسودان كنهج استراتيجي ثابت. نعم، هذا كل ما لدينا حتى الآن. بالطبع سنوافيكم بكل ما هو جديد بخصوص المؤتمر الدولي. نعم، وبتطورات هذا المؤتمر من خلال إكسترا نيوز، أخبار على مدار الساعة. نعم، شكرا لك آية الغرياني مفادة إكسترا نيوز من العاصمة الفرنسية.